تعد موانئ تنزانيا إحدى المحطات المهمة الواقعة على ساحل شرق أفريقيا، وذلك لما لها من ارتباط تجاري واقتصادي بخطوط الملاحة العالمية الرابطة بين أسواق الشرق والغرب. وتجسيدا للعلاقات العمانية التنزانية، فقد شاركت السلطنة في حفل توقيع بنود اتفاقية بناء وتطوير ميناء باغامويو في تنزانيا ووضع حجر الأساس للمشروع. المشروع هو استثمار عماني صيني تنزاني. هذا الاستثمار له أهمية كبيرة في السلطنة من زوايا كثيرة. أولها الاستثمار يعتبر تنويع اقتصادي وتوسع السلطنة في قطاع اللوجستي وقطاع المواني. المشروع يتألف من ثلاثة عناصر رئيسية، وهي الميناء البحري والبنية الأساسية الداعمة والمنطقة الصناعية الحرة. وتكمن أهمية المشروع في تحقيقه لعدد من الفوائد الاقتصادية لتنزانيا والسلطنة والمستثمرين ومنطقة شرق أفريقيا بشكل عام. سيكون هذا هو الميناء الرئيسي إن شاء الله لخدمته، سواء لتصدير المواد الخام والخيرات والثروات الأفريقية إلى دول العالم أو لاستيراد السلع إلى الدول الأفريقية. وهناك طبعا استراتيجية أخرى للسلطنة تهدف لربط جميع استثماراتنا في الموانئ في العالم التي نقوم فيها حاليا بالموانئ في السلطنة، لكي تلعب السلطنة دورها الاستراتيجي الهام في الربط بين شبه القارة الهندية ووسط آسيا وشرق أفريقيا. يعود المشروع بالعديد من الفوائد الاقتصادية على تنزانيا والشركاء المطورين والمستثمرين السلطنة والصين، ففي الوقت الذي يساهم المشروع بما يحمله من فرص اقتصادية واعدة في إجمالي الناتج المحلي لتنزانيا، فإنه يحقق عوائد جيدة للسلطنة، وذلك من خلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها المشروع للشركات الوطنية ورجال الأعمال للتوسع إلى أسواق جديدة في أفريقيا، بالإضافة إلى الاستفادة من الوصول للأسواق العالمية وسهولة استيراد المواد الخام. مشاركتنا نحن كتجار عمان انه نستفيد في نودي بضاعتنا الى عمان بسهوله، وبضاعه من عمان بتجي بسهوله الى تنزانيا. لاجل الان بضاعه تاخذ الى شهرين الى وصول في خروج من عمان الى تنزانيا. الاستثمار العماني في ميناء باغامويو تبرز أهميته بعد الانتهاء من تطويره كمعبر استراتيجي يخدم الحركة التجارية بين السلطنة وشرق أفريقيا. يتوقع القائمون على المشروع أن تصبح المرحلة الأولى جاهزة خلال فترة تمتد من 3 إلى 5 سنوات. أما بالنسبة للمنطقة الصناعية الحرة، فمن المتوقع اكتمال عملية تطويرها خلال 10 سنوات. من باغامويو بجمهورية تنزانيا المتحدة، خلفان بسعيد العمري.